سبق وقدمنا لكم جوانب من جولتنا في عاصمة دي سي، لكن كنا صورناها في وقت الصباح. جولتنا اليوم تختلف عن الجولة السابقة لأنها جولة مسائية. فإليكم بعض الجوانب من عاصمة الجورجية تبليسي بكاميرا قرارات للسياحة. من تبليسي قرارات السياحة يرحب بكم. اليوم طلعنا الجولة لمدة 3 أيام. اليوم وصلنا بمناسبة عيد المرأة، سوينا سفرة إن شاء الله نقضيها كم يوم حلو هنا، ونحاول نصوركم جوانب من الرحلة مالتنا. أوكي، هسه ندير الكاميرا على جوانب ساحة الجمهورية حتى تتعرفون عليها. هذا الأمامنا فندق ماريوت، وهذه ساحة الجمهورية. أجواء لطيفة جدا، نهاية الشتاء في أرمينيا وفي جورجيا أيضا. وهذا النصب اللي أمامنا هو نصب القديس جورج، اللي من اسمه تقريبا انوخذ اسم جورجيا. وهذه احدى الشوارع بامكان السائح ان يتجول فيها ليلا. مكان جميل، فيها عدة انواع من المطاعم، الهندية والايراني والعربي والجورجي. وهذا هو الجسر الزجاجي في تبليس. I'm gonna go to the bathroom.